معنا فريق غور مهايا من كينيا في الدور ما قبل التمهيد، يمكن تفوق عليه بواقع هدف مقابل واحد، وكذلك تفوق على في مرحلة العودة بواقع هدف للسفر. وبالتالي فيمكن نقول بأنه فريق الوداد تفوق على يوم النيجر تفوق عليه بواقع هدف صفر في مباراة العودة هدفين واحد. إذن العموم هذو هما مواجهة الطرفين قبل الوصول لهذا الدور. فريق الوداد يريد هذا الدور السهل من خلال هذه النتيجة 3-0 25 دقيقة، يمكن نقول بأنها النتيجة لحد الآن تبقى مقبولة وتبقى منطقية لفريق الوداد البيضاوي. لحد الآن النتيجة سهلة وفي متناول فريق الوداد البيضاوي بحكم الدقائق 25 دقيقة 3-0. نتابعوا الآن خطيرة المحاولة، زهير العربي خصو يبقى في المكان ديالو، زهير العربي خصو يبقى في المكان ديالو لأنه مثل هذه الكرات يمكن أن يؤثر بشكل كبير وكبير جدا على استقرار الحارس، لأنه مثل هذه الكرات الحارس خصو يكون عنده تريث ما دام أن اللاعب مرتضى فال كان هو المدافع لصيق بالمهاجم. إذن العموم 25 دقيقة من عمر هذه الجولة الأولى، فريق الوداد حقق الأهم 3-0 حتى الآن، النتيجة يمكن أقول بأنها جد مقبولة وجد طيبة لفريق الوداد البيضاوي في أفق أن يضيف الهدف الرابع أو الخامس. نتابعوا الآن، ولكن الحكم كيقول لمسة يد لاعب فريق الوداد البيضاوي بعد ما سجلوا 3 أهداف، كان بإمكانه أن يكون هدف الرابع بعد التمريرة الأخيرة والجميلة للاعب رضا العجوز، ولكن إسماعيل الحداد اللي كان أحد اللاعبين المسجلين لم يتمكن، وكذلك اللاعب لم يتمكن من إضافة الهدف الثاني. إذا سنتابع سنتابع هذه المحاولة دائما لصالح فريق كنابس. لحد الآن مباراة يمكن أن نعتبر إيقاع جيد يخدم مصلحة فريق الوداد البيضاوي. إذن سنتابع في خط وسط الميدان، مرتضى فال في خط وسط الميدان لمرتضى فال، مرتضى فال الآن يبحث عن حارس زهير العروبي. نزل إيقاع المقابلة وفريق الوداد البيضاوي متحكم في مجرى المقابلة كما يجب. لاعب فريق كنابس كيحاول أنهم يقوموا بحراسة لصيقة على كل لاعب. السعيدي صلاح الدين كما قلت بأنه فريق كنابس كيحاول أنه يبحث على الكرة الاستعراضية. نتابعوا الآن هذه المحاولة، كان خطأ من السعيدي، خطأ ولكن هناك تسلل خطأ. قلت بأنه اللاعبين ديال فريق زميل ياسين لوزان كان بإمكان أن نشاهد الإعادة لأنه كان خطأ ديال اللاعب السعيدي صلاح الدين، مراوغة يمكن نقول بأنها ما كان عندها حتى معنى. وبالتالي تابعوا هذه المحاولة، قلت بأنه لاعب فريق كنابس يميلون للاعب الاستعراضي، ولكن فريق الوداد لا يجب أن يسقط في هذا الفخ، وبالتالي يحاول اللاعبون الرد بالمثل، وهذه أركز على هذه النقطة. نتابعوا الآن محاولة الواقعية هي أن تسجل أهداف سعيدي، محاولة إسماعيل حداد كان بإمكانه أنه يضيف الهدف التاجي كل الهايت. نتابع الآن محاولة يرفع كرة وخطأ في الإبعاد تعود مرة أخرى، ضغط الآن لصالح لاعبي فريق الوداد لكن ماشي بالطريقة خاصها تكون رائدة على جوج. تعود الآن مرة أخرى، تعود مرة أخرى للاعبي فريق الوداد، كان بإمكانه أن نتابعه هدف رابع بوسط لاعب إسماعيل حداد كي يسترجع الكرة بسرعة. لاعبي ديال فريق الوداد خصهم يعطيو درس في الواقعية للاعبي فريق كنابس. نتابعه الآن
والحكم يقول ضربة جزاء، الحكم يقول ضربة جزاء كما قلت كارنافال الأهداف. الوداد سيسجل أحد أقوى الحصص في منافسة عصبة الأبطال عن هذا الدور، سيسجل أقوى الحصص، أقوى الحصص. فأقول بأنه هذا الدور هناك العديد من الأندية وعديد من المباريات القوية، وأبرزها مباراة النادي الإفريقي التونسي ومولودية جاي الجزائري. تابعوا الآن. وكذلك بالفعل كانت ضربة جزاء واقعية رضا لاجوج، قلت بأنه اللاعب مستعد لأن يعود لكامل عافيته، وبالتالي يعطي الإشارات بشكل قوي ونتمن هذه العودة. قلت بأن اللاعب مر مرحلة فراغ وهو الآن يسترجع إمكانيته، أكيد بأنه ما ضاع حق من وراء طالب، وما دام الاجتهاد هو العنوان، وبالتالي نتمن على المجهود الذي يقوم به اللاعب رضا الهجوج. نذكر كذلك بأقوى المباريات، هناك الكايزر شيفس الجنوب إفريقي في مواجهة أساك ميموزا الإيفواري، أهلي طرابلس الليبي في مواجهة الهلال السوداني، كذلك مباراة أولمبيك خريبكا والنجم الساحل التونسي، كذلك تبقى من بين اقوى المباريات. هناك سنتابعها ضربة جزاء ونعود لهذا المواجهة، وبالفعل ضربة جزاء تنفذ بنجاح، وفريق الوداد البيضاوي يحقق الان. رضا الهجوج يسجل هدفين، واسماعيل حداد هدفين، وبالتالي النتيجه طيبه. 30 دقيقه اربعه اهداف، ممكن ان نتابع كارنفال من الاهداف لفريق الوداد البيضاوي، وبالتالي تكون احدى اقوى حصص هذا البرنامج الدور الاول من عصبه الابطال الافريقيه. كنت اقول العديد من المواجهات القويه، ذكرت بانه النادي الافريقي التونسي وبجاي الجزائري كذلك عنوان قوي، شيفس كايزر شيفس الجنوب افريقي في مواجهه اسيك ميموزا، وهي قمه افريقيه كذلك، وهي نهايه قبل الاوان. كذلك اهلي طرابلس الليبي في الهلال السوداني، كذلك نهايه قبل الاوان. اولمبيك خريبكا والنجم الساحل التونسي، مباراه قويه، والمعلال المالي في مواجهه القطن الكاميروني، هما العديد من المباريات القويه، في حين تبقى كذلك وولفر واي النيجيري في مواجهه المريخ السوداني، و ايتولدي من الكونغو في مواجهة وفاق ستيف الجزائري. على العموم هادو من أبرز المواجهات، ويمكن أقول بأنه الوداد يمكن أقول بأنه كان محظوظ في هذه المواجهة، رغم أنه في قبل ما مرحلة المواجهات مجموعة ستكون مواجهة أمام فريق مازامبي أنغولي والكونغولي، وبالتالي فيجب على فريق الوداد البيضاوي أن يدخل منافسة عصبة الأبطال الإفريقية إن شاء الله. ما نتمناه هو أن فريق الوداد يأخذ كل مواجهة بحيطة وحذر، ولا يجب التطلع للبرنامج بكامل بقدر ما يجب التعامل مع كل مباراة، لكل مباراتها ظروفها، كل مباراة طقسها وفريق طقوسها. وفريق الوداد البيضاوي ليس بالفريق المغمور وليس بالفريق المتواضع، فريق توج وعصبة الأبطال، وبالتالي فريق الوداد البيضاوي قادر على أنه يمكن. نتابع الآن هذه محاولة، هذه كانت محاولة بطل المغرب، وبالتالي فريق الوداد فريق مرجعي في كرة القدم الأفريقية، وبالتالي فعلى اللاعبين واللاعبون يسترجعون كل هذا الأمور، وبالتالي فهم يحملون قميص نادي عريق بالمغرب ونادي عريق بكرة القدم الأفريقية، خصوصا منطقة شمال أفريقيا. إذا نتابع الآن، وكرة الآن تماس 4-0، تألق الهجوج وتألق إسماعيل الحداد، وبالتالي في انتظار أن تكون النتيجة أعرض. أعتقد بأن هذه الجولة الأولى نتيجة منطقية ونتيجة مقبولة لفريق الوداد البيضاوي الذي يسجل أربعة أهداف، وهي نتيجة كما قلت تبقى طيبة ومنطقية لفريق الوداد البيضاوي. إذا الآن تماس الآن لصالح فريق الوداد البيضاوي، كما قلت لاعبي فريق الوداد لحد الآن ياخذوا المباراة بنوع كبير من التفوق والتوفيق، وكذلك لاعبين بجدية، وهذا أمر هو الذي يجب أن نركز عليه، لأنه كما قلت بأنه توشا كان في حديث مع اللاعبين بأنهم ركز كثيرا في حديثه مع اللاعبين على مباراة النيجر، وبالتالي قال بأنه خصوصا بأنه كانت عنده كذلك هو اكتشاف ورحلة كرة القدم الأفريقية، وبالتالي حتى هو مدرب عنده مسألة جديدة، وبالتالي يجب أن يؤكد ذاته ونفسه، وبالتالي فأكد للاعبين في معرض حديثه قبل هذه المباراة بأنه يجب أن نسجل وأن نأخذ هذه المباراة أنها هي الفيصلية وهي النهائية، لأن في مباراة العودة يمكن أن يتوقع أي شيء. إذن على العموم دائما
4 0 كذلك نسجل بحكم أنه نقاش كان نتابع الآن إسماعيل حداد ينطلق، ولكن اختار الزاوية الصعبة، اختار الزاوية الصعبة، كنت عارف بأنه ما صعيب بأنه مشى الزاوية المغلقة، وبالتالي فكانت هذيك المراوغة الثانية زائدة، وبالتالي هي اللي كان بإمكانه بأنه يمكن يكون أنه تنافس ما بين على جوج الصعيدي خلال هذه المباراة من أجل أنه تسجيل الأهداف. ولكن إسماعيل حداد، عفوا إسماعيل حداد، كان المفروض أنه يتعامل مع هذه الكرة بتسديدة. نتابعوا الآن هذه محاولة خطيرة، المحاولة خطيرة خطيرة المحاولة، قلت بأنه الفريق كيميل، فريق كنابس اللي اللاعب الاستعراضي كيلعب بالرجل اليسرى، اللاعبين كثار، ولكن اللي خص هو انه نشاهدوا الان كما قلت بانه لاعبي ديال فريق الوداد ما يستخسروش اي امكانيه، انه كما قلت احسن ما يمكن انك تكون في منطقتك او في ما في استقبالك للفريق هو انك تحقق. نتابعوا هذه المحاولة، كان بإمكانها تكون هدف، هذه وقع الحال. العروبي كان موفق في صد هذه التسديدة، ولكن لو كانت قوية لا يمكن نقول بأن تصعب على زهير العروبي. شاهدوا الآن كيفاش كانت المراوغة، هنا إسماعيل حداد مراوغة كانت زائدة، أو أنه كان مشى لهنا اللونج الفيرمي، كان خصو يكمل وبالتالي يحاول أنه يراوغ الحارس ويكمل المسار في اتجاه الشباك. إذا على العموم مرت هذه المحاولة، ولكن كيف ما قلت يجب أنه نتابع هدف لفريق، أعتقد بأن إسماعيل حداد سيغادر، إسماعيل حداد سيغادر وسيترك الفرصة لأونجم. ما عرفتش واش أنه إسماعيل حداد ما بقاش قادر أنه يكمل المباراة، ولكن أعتقد بأنه كان تغيير في الانتظار، كان تغيير في انتظار، كان تغيير جاهز لإسماعيل الحداد، وبالتالي الفرصة الآن ستترك لأونجم إسماعيل الحداد لشلب فريق الوداد البيضاوي من فريق حسن أكادير، وهو لاعب سابق كان كذلك لفريق اتحاد البيضاوي. إذا على العموم دائما نتابع وننتظر هذه المباراة، نتابع بأن فريق الوداد البيضاوي ما غاديش نقول كيقوم بمباراة استعراضية، ولكن فريق الوداد البيضاوي هذه المباراة يمكن نعتبرها بأنها سهلة لفريق الوداد البيضاوي. كنت أتحفظ عن هذه الكلمة، ولكن الآن تأكدت باليقين بأنها مباراة سهلة للوداد بحكم عرضه اليوم أمام فريق كنابس، وهذا مرة أخرى أقولها ليس استصغارا لنتيجة الوداد ولا استصغارا كذلك لفريق كنابس، كما قلت بأنه لاعبين صراع، عندهم فنية الاختراق، عندهم لاعب كيميل اللاعب استعراضي، ولكن لحد الآن أسجل تعامل إيجابي ديال لاعبي فريق الوداد مع هذه الطريقة، لأنه كل كنعرفه وأكيد بأنه معشر ممارسي كرة القدم سواء الاحترافية أو الهاوية، فاكيد بانهم كلما كيكون امامك خصم او كيلعب كره استعراضيه فكتحاول انك تجاريه بالرد عليه بطريقه استعراضيه اخرى، ولكن فريق الوداد لحد الان لعب من اجل النتيجه حذاري من هذه المحاوله اللي كانت يمكن انها تباغت الحارس زهير العربي. لحد الان نسجل بان فريق الوداد تعامل باحترافيه كبيره مع هذا المعطى، وبالتالي فطبقوا تعليمات المدرب توشك. الاصبحي في خط وسط الميدان، كرة أمامية، ولكن فقط للتماس 38 دقيقة تفصلنا 87 دقائق على نهاية هذه المواجهة ما بين الطرفين. شاهدوا بأنه كيفاش اللاعب توبي رفع الكرة، وبالتالي الكرة ترفعت ولكن لم تؤثر بشكل كبير على الحارس زهير العربي. إذا نتابع مرة أخرى في خط وسط الميدان دائما لصالح فريق كنابس، حاول أنه يمرر التمريرة، ولكن فقط كيحاول أنه يرب اللاعب ديال فريق كنابس كأنه كيلعبوا كرة سريعة، وكيحاولوا أنه بهذه التمريرات ربما قد تزعزع استقرار الدفاع، ولكن لحد الآن هي تمريرات فقط تكون
يكون متناول لاعبي فريق قلب الدوري البيضاوي. ما نسجله هو غياب اللاعب وليد كرتي، ما شاهدناش كثير على مستوى خط وسط الميدان، ولكن في كان هناك تحرك كبير ونسجل عرض قوي ومقنع للاعب رضا الاجوج وكذلك اسماعيل الحداد، وبالتالي فالوداد لعب على الاطراف اكثر ما لعب على الاختراقات على مستوى خط وسط الميدان. نتابعوا الان كره اماميه ولكن تعود مره اخرى لسعيد صلاح الدين. اناجم يهيئ الكره، الان جاء الدور على لاعب اناجم. كاين هناك خطا، كاين هناك خطا بالفعل، كاين هناك خطا في حق اللاعب اناجم في هذه المحاوله الاخيره. فالحد الان ما لعبش هما بخشونه كبيره، كاين هذاك لونجاجمون فيزيك، ولكن لاعبين ماشي ما عندهمش تلك البنيه الجسمانيه القويه اللي تخلي انهم التدخلات ديالهم تميل للخشونه المفرطه والتي يمكن ان تؤثر على سلامه اللاعبين. لحد الان اللاعبين ديال فريق نابلس لاعبين كيحاولوا انهم يتونجاجوا في الكره ولكن ما كتكونش ضربات خطيره او قويه. نتابعوا الان كولي يهيئ الكره الان لرضا الجوج، ولكن تضيع، تتحول الان لهجمه. نشاهدوا هذه المحاوله، محاولة على مستوى خط وسط الميدان، ولكن الحكم يتدخل، الحكم المالي، ويعلن عن ضربة خطأ لصالح فريق كنابس. إذا لحد الآن 5 دقائق الأخيرة من هذا الجولة الأولى تسير نحو النهاية، ودائما تقدم فريق الوداد البيضاوي بواقع 4-0، نتيجة يمكن أن نقول بأنها جد إيجابية بالنسبة لفريق الوداد البيضاوي، لأنها نتيجة تبقى جيدة لفريق الوداد. تابعوا الآن رضا الهجوج، بالفعل هذا الهدف الذي سجله رضا الهجوج من ضربة الجزاء الأولى. رضا الهجوج كذلك كان وراء الركنية التي أعطت الهدف، وإسماعيل حداد اللي سجل الهدف بطريقة جيدة. مرة أخرى رضا الهجوج يهيئ كرة جيدة، وإسماعيل حداد كان في مكان مناسب وسجل. كان بإمكان أن نتابع ورضا الهجوج يسجل الهدف من نقطة جزاء. إذا يمكن أن نقول بأن فريق الوداد البيضاوي موفق في تسجيل الأهداف هذه المباراة. شاهدوا بأنه تشك كيف، شكرا للزملاء اللي تقطوا هذه اللقطة الجميلة والفريدة والطريفة للوينز توشاك الذي أكد بأنه سجل أكد بأنه ما قلت هو بأنه كان هناك، نشاهدوا الآن هذا الهدف، قلت بأنه لاعبين صراع، وبالتالي فلاعبي فريق الوداد البيضاوي ما خصهمش انهم يتركوا امامهم المساحات. هذا هدف ضد مجرى المقابله، خطا في التموضع الدفاعي، خطا على مستوى خط وسط الميدان، هذا ما يسمى بالتراخي وما يمكن ان نسجله على لاعبي فريق الوداد. يسجل الهدف لفريق كلابس، نتمنوا بان فريق الوداد البيضاوي انه هذا يكون عنده حافز. نشاهدوا الان، قلت بانه لاعبين الصراع، نشاهدوا كيفاش انه التمريره كانت جيده، كانت ما بين لاعبين، وبالتالي الكردي يمكن نقولوا بانه من تلك الركنيه. عندما لاعب فريق الوداد خصهم يبقوا محافظين على هدوءهم، وبالتالي يعتبروا هذا الهدف حافز باش انهم يسجلوا هدف خامس او حتى سادس. نتابعوا الان اناجم، اناجم كيرفع الكره الان، اصبح ممتاز، خصو يرفع الكره، ولكن كايتا الحاضر الغائب، كايتا كان بامكانه انه تكون هدف خامس. نتابعوا الان لاعبين صراع، قلت بانه لاعبين صراع، طريقه بس سجلوا الهدف الاول. ومشاهدي الكرام اكيد بانكم كنتم معي وسبق لي اشرت لهذا الامر منذ البدايه بانه اللاعبين كيميلوا اللاعب الاستعراضي، كيلعبوا بالرجل اليسرى بشكل جيد، وحتى التمريره الاخيره وقلت بانهم لاعبين راه عندهم شي 4 ولا 5 كيلعبوا بالرجل اليسرى وهما اللي في الخط الامامي. التمريره الاخيره ياسين وزار كان بامكاني نشاهد الاعاده لان كانت بالرجل اليسرى التمريره ما قبل الاخيره وتسجلت الهدف، وكنا كنعرفوا بان اللاعب اللي كيلعب بالرجل اليسرى كيخلق متاعب اكثر من اللاعب اللي كيجي اللاعب بالرجل اليمنى. اذا على العموم 42 دقيقه 4-1، نتيجه طيبه لفريق الوداد، كان بامكان ان تكون 4-0، ولكن ان شاء الله سيكون حافز لفريق الوداد البيضاوي بانه ياخذ هذه النتيجه باخذ الجد ويسجل ربما هدف خامس او حتى سادس. بالامكان بالمتناول بان نشاهدوا 6 اهداف خلال هذه المباراه. نتابعوا الان هذه المحاوله، محاوله الان لصالح فريق الوداد البيضاوي ولكن فقط لخارج التماس.
خارج التماس الآن لصالح فريق الوداد البيضاوي، ومحاولة الإبعاد تعود الآن للأصبحي، الأصبحي مرة أخرى على مستوى خط وسط الميدان. دائما أربعة أهداف مقابل هدف واحد. محاولة الآن كيطا، ما دارش كثير. هذه ماشي مباراة ديال التسديد من خارج مربع العمليات، بقدر بأنه كيطا إبراهيم كان بإمكانه أنه يوصل لمرمى الحارس ديال فريق نابلسي، يوصل بطريقة أخرى أسهل وأدق ولا داعي للتسرع. مسجل أربعة الأهداف، نتيجة طيبة، وبالتالي يجب الاستمرار على نفس النهج ونفس الأسلوب مع أخذ الحذر في كل هجمات ديال فريق نام. كترفع القرار كاين بعيدة شيئا ما على اللاعب الهجوج. إذا الجولة الأولى تسير نحو النهاية، الدقيقة الأخيرة من هذه الجولة الأولى، ما كاينش هناك توقيت بدل ضائع، وبالتالي ما يمكن أن نتابعه هو أن نتابع الجولة الثانية بشكل، ونحن متفائلين أكيد بأنه، وكذلك لنا الثقة الكاملة في عناصر وفي زملاء اللاعب رضا الهجوج في أنهم يكملان هذه المباراة بنوع من القوة وبنوع من التحدي والرغبة، نفس الرغبة التي أوبتهم وأعطتهم نتيجة 4 أهداف. إذا على العموم، ضربة خطأ الآن لصالح فريق كنابس. نتابع الآن على مستوى خط وسط الميدان، تعود الآن مرة أخرى لاعبي فريق كنابس. دقيقة واحدة كوقت بدل ضائع، دائما التفوق بأربعة أهداف لواحد. فريق كنابس الآن يحاول بناء هذا الهجمة، ولكن الآن السعيدي صلاح الدين كيرفع، ولكن الكرة كانت بعيدة. أعتقد بأنه كان هناك خطأ، أعتقد بالفعل كان هناك خطأ في بعض الأحيان. نتابع بعض التدخلات الطائشة ولا رياضية من بعض لاعبي فريق كنابس. أونديانا فالونا هو اللي كان وراء هذه المحاولة التي أعطت الخطأ. إذا الكلمات مكونة من 4 كلمات، هناك مثلا اللاعب يمكن نقول لكم راكو توندارازكا أوندريانو أوندريانا فالونا أوندونيانا، عندهم تقريبا رباعات الاسماء هي الاسم الكامل لهاد اللاعبين. نتابعوا هاد المحاولة الأخيرة. إذا دقيقة واحدة، أعتقد بأنه الحكم بوبو تراوي، الحكم الوسط الذي قاد هاد المباراة بمساعدتكم من بالا ديارا وبامبا، لحد الآن توفق في قيادة هذه الجولة الأولى، كما وفق فريق الوداد بالفوز بحصة عريضة وكبيرة. هدف لفريق كلامس لن يمكن أقول أن يفسد نتيجة الوداد بقدر ما كان هدف ضد مجرى المقابلة، وفي حين بأنه كان بإمكان فريق الوداد أن يتفادى أن يسجل عليه هذا الهدف. إذن على العموم، الجولة الأولى تسير نحو النهاية، ونتابع آخر المحاولات مع أبرز لاعب خلال هذه الجولة الأولى بامتياز، هو اللاعب رضا الهجوج، الذي يمكن أقول بأنه سجل عرض قوي ومقنع، وعودة كانت قوية للاعب رضا الهجوج خلال هذه المباراة. سجل الهدفين وكذلك صنع الهدف الذي سجله السعيد. نتابع الآن محاولة لفريق الوداد البيضاوي، في هذه الأثناء ينهي الحكم الجولة الأولى بتفوق منطقي ومعقول ومستحق لفريق الوداد البيضاوي بواقع 4 أهداف لواحد. مشاهدينا الكرام، أشكركم على حسن المتابعة، وأترك الخط لزملائي في استديوهاتنا بالقناة الرياضية. السلام عليكم ورحمة الله. نجدد الترحاب بكم مشاهدينا في هذا البلاطو التحليلي في فترة ما بين شوطي مباراة الوداد الرياضي وفريق كنابس من مدغشقر. جولة أولى انتهت بتفوق الوداد ب4 أهداف مقابل هدف واحد. أولى الأهداف جاءت في الدقيقة الثانية من نقطة الجزاء بواسطة اللاعب